شنو عندك قطوس يدير؟ كيفاش كيفاش جابوا التليفون في سنتر فيل؟ هذيك يا عيش طازم صدقتيش جبت روح. السلام عليكم. رويتي كيف قداش زعما الواج البنزار قداش تكلف؟ ما عندي حتى فكره. شنو طازم ما تقوليش تحب تشري القنطره؟ هذه لا عندي خطه امبوسيبل تفيد البلاد ونحاربوا بها الارهاب. شنو هي طازم المره ذي خطه مش مشروع؟ اي وردي خطه ومشروع ميم دون. باهي ترى حكينا عليها الخطه المحنونه هذي. ما في بالك اللي مات هذي في بنزار تلقاو كالحوطه الارنب هذيك. قرك تكره تقتل حتى كتمس بيتك تقتل زادة. ايك هي تقتل شو تعمل بيها انت باش تمشي ديبلاسي جملة واحدة على خطرها وفي الاخر تشدها وش تعمل بيها؟ ولا باش تقتل عليها لو ترتاح من الكريدي؟ وديش بيك جاهل ياسر جاهل راك تعش نعمل ديش نصطاد انثى وذكر نحطهم في الاكواريوم ونخليهم يعشوا ولولو برشا حوتة ارانب ونبيعهم للجيش يستعملوهم في الحروبات ويقتلوا بهم الارهابيين زاد. اك تعرف انا حقك ما تعرفش رد في الجيش فما الجوية والأرضية والحوتية حاجات ما تعرفهمهمش انت ما حتى في البحر فما حرب راه وانت في بالك شي رقد على وذنك في بلاصه الكرتوش يولي يسيبوا عليهم الحوتات الأرانب هذوما اللي يقتلوا يا زينة من الكرتوش ويا زينة من العنف فدينا رانا منش تاع هذا التوانسة وكي نعطيوك حل آخر يا طزة وخير وأنظف ومن غير ما تقعد ديبلاس. أي والله ما ذبيا ما تحبش نمشي نضرب البنزرة نجيب حوتين وبعدك نرجع مختار في الترانسبور ولا كوريوم يبدا فبني ما يستعدش الحكاية. اعطيني عاد باهي سبقة سجومي نستناو الحوت حتى نوصل سبقة سجومي وتصطدم كعبة سفناري. أدري اسمعني انتو ما تعرف انتو ما تحبوش تصدقوني ما تمنوش بيا ودي ما تقولوا لي كذا اصلا اقعدوا غداك نمشي نجبد روحي اما كنولي غني ما تلومونش عليا كنا حقركم سنة بارك. شنو عندك قطوس يدير؟ كيفاش جابوا التليفون في سنتر فيل؟ هذيك يا عيش طازم ما صدقتنيش نجبد روحي.